انتوا اذا تراجعون التاريخ وبالذات في تاريخ الموقوفات تجدون اشياء عجيبة. من جملة الأشياء هذه الأوقاف كانت تحاول أن تملأ الفراغات الموجودة في الحياة. مثلاً أكو في التاريخ أنه واحد من الأفراد وقف وقفاً لإفطار الفقراء. الفقراء عندما يريدون يفطرون في شهر رمضان ما عندهم شيء. هذا جعل هذا الوقف لإفطار هؤلاء. هنالك فرد آخر وقف وقفاً لأواني الفقراء التي تنكسر. الفقير إذا انكسر إناؤه ماذا يفعل؟ ما عنده شيء. هذا الوقف مهمته ملء هذا الجانب. في كتاب روضات الجنات على ما ببالي يذكر هنالك أن السيد المرتضى رحمه الله علم الهدى المعروف أوقف قرية كاملة، كان عنده قرية لكاغذ العلماء. العلماء يحتاجون إلى دفاتر وإلى أوراق. هذه القرية كانت وارداتها كلها لكاغذ الفقهاء.